نبدأ إن شاء الله نورمالمون سي بون. أخويا بسم الله. إذن مساء الخير متابعينا الكرام في هذه الأمسية، وكما وعدناكم في تواصل سلسلة مداخلات المباشرة مع عديد الفاعلين والمختصين في قطاع الصحة وفي القطاعات التي يمكن أن تنفعنا في نقل المعلومة والتوضيحات فيما يخص انتشار وباء كورونا لهذه السنة. كما كنا وعدناكم وفي انتظار التحاق الكثيرين أن ربما سنلجأ إلى هذه الطريقة فقط لأكثر توضيح وأيضا للتفاعل معكم ومع أسئلتكم والتي أكثرها يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي حول تطورات هذا الوباء، حول المخططات التي يجب أن تكون في مواجهة هذا الوباء على أرض الواقع. اليوم اخترنا لكم موضوع مخططات الصحة، مخططات الطوارئ كما هو معمول به في كل العالم. سنتعرف على تخصص جديد في مجال الطب وهو تخصص ربما غير موجود هنا في الجزائر. كيف يوضع مخطط الطوارئ الصحي؟ ما الفرق بينه وبين التدابير الإدارية؟ كيف سنتصرف في مواجهة هذا الوباء؟ ماذا ينقص المخطط الوقائي الحالي؟ والإجابة أيضا على أسئلتكم التي يمكن أن تطرحوها مباشرة عبر الرابط أو عبر فيديو المباشر. ضيفنا اليوم كما وعدناكم هو شاب جزائري، كفاءة جزائرية، خريج الجامعة الجزائرية، دكتور في الطب، دكتور أنس بالخيري. مساء الخير. مساء النور. أهلا بك. إذن دكتور بالخيري هو طبيب جزائري ومتخصص في طب الكوارث، متحصل على شهادة من جامعة إيطالية وهو يمارس الآن في تركيا. مرحبا بك مجددا دكتور أنس بالخيري، وندخل مباشرة في الموضوع. ما تعريف طب الكوارث بصفة عامة؟ لأنه ممكن اختصاص لغير معروف عند الجزائريين والذي ربما غير موجود أصلا في قائمة التكوين البيداغوجي الموجود هنا في الجزائر. تفضل. السلام عليكم. بادئ البدء مشكورين على هذا المبادرة أخي معاذ، يعني نحتاج الكثير من هذه المبادرات لأنه نحن في مرحلة تحتاج إلى تضافر الجهود بمختلف المستويات. ثاني حاجة الله يكون في عون إخواننا وزملائنا في المهنة، والله يقدرهم ويقدرنا إن شاء الله على تجاوز هذه الأزمة. أما بالنسبة إلى طب الكوارث، طب الكوارث هو عبارة عن طب قديم ولكن مع مرور الزمن أصبحت الحاجة إليه أكثر وأكثر. لتعريف طب الكوارث أولا يجب أن نمر على ما معنى الكارثة عموما. الكارثة بالمعنى الحقيقي هي تقريبا تعود إلى أكثر من مئات ألف السنين، يعني قديم القدم. في العصور القديمة كانت عبارة عن ما يسمى بعقاب من الرب وغيره، لكن هذا لا يهمنا من حيث التعريف النظري، إحنا ما يهمنا هو التعريف العملي. بالنسبة للكارثة هي خلل في سيرورة الحياة العادية للمجتمع على مختلف الأطياف، يعني على المستوى الإنساني، على المستوى المادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي وغيره. هذا الخلل راح يؤدي إلى عدم قدرة المجتمع ولا عدم قدرة الدولة على تسيير أمورها، وبالتالي نخرج من النطاق العادي وندخل فيما يسمى بالكارثة. لذلك أتى ما يسمى بطب الكوارث. طب الكوارث هو عبارة عن طب يهتم بأكبر عدد ممكن من الفئة المتضررة، لأنه الآن نحن ما نتعاملوش مع شخص أو شخصين أو ثلاث أشخاص، نحن نتعامل مع عدد كبير جدا،
ومن بين القوانين في الطب أنه يلزم تقدم أحسن خدمة من حيث الرعاية الطبية، من حيث الرعاية الجسدية، من حيث الرعاية المعنوية، وهذا هو التعريف الحقيقي للصحة. لذلك أتى ما يسمى بطب الكوارث تقريبا من سنة 1985، أصبح عبارة عن اختصاص وتخصص يدرس على أسس وقواعد كثيرة جدا. اليوم نهتم فقط بما يخص موضوعنا وهو جائحة كورونا. جيد، يعني تخصص طب الكوارث يمكن أن يمس سواء الأزمات اللي تكون في الجانب الصحي وغير الصحي، يعني ممكن أن نلجأ إليه في أزمات أخرى مثل الزلازل أو البراكين أو نعم الفيضانات نعم وما لأنه شابه. نعم لأنه الكارثة أصلاً تختلف. الكارثة هل سببها إنساني، هل سببها طبيعي، هل سببها إنساني وطبيعي. كمثال، الكوارث ترتب ثلاث أو أربع فئات. كارثة فئة قليلة الضرر، متوسط الضرر، كبير الضرر، وكارثة عظمى. على سبل الأمثلة، مثلا اصطدام قطار بشاحنة مثلا، أو انقلاب قطار، راح يكون عندك عدد تقريبا من 10 إلى 100 شخص مصاب. هذه كارثة قليلة الضرر. متوسط الضرر، كمثال أخذ فيضان في منطقة معينة. كبيرة الضرر مثلا كالكارثة هذه، كارثة وباء كورونا، أو مثلا كزلزال أو فيضان كبير. أو والكارثة في حد ذاتها تختلف باختلاف المنطقة. فرضا منطقة نائية ولا منطقة كثيرة ذات كثافة سكانية عالية. جيد جدا. يعني الآن لو ندخل في صلب الموضوع، نتكلم عن الأزمة الصحية التي نعيشها. ربما انتقلت البؤرة من الصين إلى أوروبا، ثم تشكلت عندنا بؤرة محلية واللي هي منطقة الوسط البوليدة وما جاورها. اليوم رانا في المرحلة الثالثة، ورانا نسجل تزايد عدد الإصابات. ربما الأرقام هي ثابتة بحكم قدراتنا على الكشف، لكن الوفيات موجودة، مصالح استشفائية مملوءة عن آخرها، خاصة هنا في البوليدة والعاصمة. ما كيف يمكن أن نتحكم في أزمة صحية مثل هذه عموما من خلال الاختصاص هذا طب الكوارث؟ ما الذي سيقدمه في مواجهة هذا الوباء؟ نعم أخي معاذ، أولاً القاعدة الذهبية في طب الكوارث تقول، نترجمها بالعربية، il faut se préparer pour le pire et estimer le meilleur، يعني نستعد لما هو أسوأ ونأمل أن تكون النتائج أفضل. وهذا الخطأ اللي وقعت فيه كثير من الدول مهما كانت قوتها. مثلا نأخذ إيطاليا، نأخذ فرنسا، نأخذ إسبانيا، يعني دول تهاونت قليلا في التحضير لهذا الوباء، لأنه سرعة انتشار الوباء خاصة الأوبئة البيولوجية أو الفيروسات سرعتها أكثر مما تتصور. مهما قدمت من استعدادات ولا راح يكون الفيروس أسرع منك. لذلك يجب أن تكون استعداداتنا مهما كان الوضع مسيطر عليه غير مسيطر عليه، يجب أن تكون أكبر بكثير مما نأمل. فهمتني أخي معاذ؟ جيد جيد. الآن مخطط الطوارئ على ماذا يشتمل؟ لو نتكلم على مخطط الطوارئ في مواجهة وباء كالكورونا الآن الحالي اللي راه يجتاح العالم ويجتاح أيضا الجزائر، اللي أصبح عندنا الآن أكثر من 45 ولاية، على ماذا يشتمل كمحاور كبرى؟ نعم أخي معاذ، أولا يلزم نعرف ونحط في بالنا أن الجزائر ما عندهاش خبرة في التعامل مع الأوبئة أو الكوارث. يعني مهما كان راح تكون نقائص وراح تكون فيه نوع من التقصير. لذلك احنا دورنا الآن ليس الانتقاد فقط من أجل الانتقاد، ولكن الانتقاد البناء والعمل على تحسين الوضع قدر الإمكان. بالنسبة للمخطط، المخطط أول حاجة يجب أن يكون المخطط يتكون من ثلاث مراحل، وهي مخطط قريب المدى، مخطط متوسط المدى، ومخطط بعيد المدى. لماذا؟ لأنه جائحة كورونا لا تنتهي فقط بانتهاء حالات المصابة بالفيروس، ستستمر إلى ما بعد ذلك وتستمر إلى مرحلة طويلة جدا. لذلك المخطط قريب المدى احنا تقدر تقول انه كان في الايام الاولى وتهاوننا فيه، وتخطط مخطط متوسط المدى
فيه نقائص كثيرة. مخطط بعيد المدى، ما عندنا حتى فكرة الجزائر على مخططها على مستوى بعيد المدى. جيد، لما نقول مخطط قريب المدى، متوسط المدى وبعيد المدى، في حالة مثل حالة وباء كورونا بماذا تتمثل أصلا بالتحديد؟ نعم، المخطط يتكون من عدة أفرع ومن عدة أقسام. هذا المخطط يتكون من التحضير لي بريباراتيف ادمنستراتيف، التخطيط من حيث الإدارة والتخطيط التسيير وغيره، والتخطيط من الناحية الطبية ومن ناحية البنية التحتية ومن ناحية التعامل مع العدد الكبير للمرضى. الآن نحن في مشكلة أن الجزائر هل لها القدرة على التعامل أم لا؟ لأنه لا يجوز أن نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب أن لا نتهاون. لذلك يجب إيجاد حلول منطقية وعقلانية للتعامل. كمثال، إذا ذكرنا بؤرة انتشار هذا الوباء اللي هي البليدة، ونتمنى السلامة لإخواننا وأهلنا في البليدة. إن شاء الله. البليدة منطقة حساسة جدا، وموقعها موقع تقدر تقول أنه في منطقة ذات كثافة سكانية عالية، بحكم أنها بليدة من كبر المدن الجزائرية، وأيضا قربها من الجزائر العاصمة، قربها من مدن كثيرة ذات كثافة سكانية عالية. لذلك المخطط الآن يعتمد على استراتيجية ما تسمى بلا ديسنتراليزاسيون. واش معنى لا ديسنتراليزاسيون؟ اللامركزيه في التسيير. ما يصلحش انه المخطط اللي نطبقوه في البليده نفس المخطط اللي نطبقوه في بشار، ولا نفس المخطط اللي نطبقوه في خنشله، ولا نفس المخطط اللي نطبقوه في ولايات اخرى. الان يجب على كل ولايه تضع مخطط وفقا للقدرات الاستيعابيه تاعها، وفقا لما هو موجود من امكانيات، وفقا لما هو موجود من بنى تحتيه وغير ذلك. اذا اخذنا مثلا البليده الان تعتبر بؤره انتشار الوباء. إذا حبينا نقارن طريقة التسيير، اللي هذا هو الخطأ اللي رانا واقعين فيه يعني معظم الجزائريين ولا معظم المسيرين حابين يسيروا المرحلة هذه بما سيرته الصين في أوهان، ولا راي تسير فيه ألمانيا في ميونيخ ولا غير ذلك. الناس عندها إمكانيات كبيرة جدا وما حصرتش الوباء. احنا الحمد لله الآن يعني نوعا ما تقدر تقول أنه فيه استجابة نوعا ما من المجتمع في ناحية الحجر الصحي، وإلا كانت الكارثة يعني حتما حتكون كارثة كبيرة. ولكن هذا ما يسمح لناش أن نتهاون أخي معاذ. لذلك مثلا كمثال البليدة، المخطط في البليدة راح يكون مخطط استعجالي، والمخطط الاستعجالي هذا راح يكون على طريقة علمية. الطريقة العلمية هذه تعتمد على نقاط معينة، من بينها يجب مضاعفة الأطقم الطبية، من بينها يجب الاعتماد على لو ديبيستاج ماسيف، هذه ضرورة وإلزامية يجب أن تتخذ، لأنه كل يوم كما نلاحظ أنه راح يكون عندنا حالة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة في غياب وسائل الكشف، فما بالك يعني بالأشخاص الغير المكشف عنهم. جيد، يعني هنا أعطيتنا مثال أنه خاصة في بلدك الجزائر، ربما ماشي كل الولايات اللي نعرفه الأمر هذا، أنه لا تحتوي على نفس الإمكانيات من الجانب الطبي، من عدد الأطباء، من عدد الهياكل الاستشفائية، المستشفيات الجامعية وما إلى ذلك. يعني كان من الأحسن أنه باختصار أنه يكون في كل ولاية مخطط خاص بتلك الولاية، ويكون فيها مخطط يشمل على كل الولايات بالتساوي. هنا رح نطرح سؤال، كثير من المختصين وربما من الأطباء اللي كانوا يلاحظوا، وربما المختصين في علم الأوبئة أو ما إلى ذلك، كانوا قدموا ملاحظات بخصوص الهياكل والمرافق التي سخرت لاستقبال الحالات المصابة. لاحظنا في البداية لحد الآن منذ بداية الأزمة فقط المستشفيات الجامعية، المراكز الاستشفائية الجامعية، وين توقفت مصالح استشفائية متخصصة كل مرة يغلقوا مصلحة لاستقبال عدد أكبر. هل مخطط الطوارئ الصحي المعمول به عالميا يضع شروط لتسخير مثل هذه المرات؟ نعم أخي معاذ، يعني من رأيي الشخصي وبحكم يعني خبرتي البسيطة في هذا الميدان وبحكم ما درسته، توجد قواعد، هذه قواعد علمية وليست فلسفة. القواعد العلمية هذه يلزم يكون المنطلق تاعها أنك تقدر ما تملكه. كمثال، هل يعقل في الجزائر العاصمة أنه كبرى المستشفيات
انك تحط فيها الناس المرضى بمرض الكوفيد 19، لانه يعني مستحيل ان الحياه راح تتوقف غير على الكوفيد 19، توجد امراض اخرى، توجد حالات استعجاليه اخرى. لذلك يوجد ما يسمى بليزوبيتو دو ريفيرونس، المستشفيات المرجعيه والمركزيه. ناخذ كمثال في الجزائر العاصمه، هل يعقل انك يعني الناس المرضى بالكوفيد 19 انك تدير لهم لوسبيتاليزاسيون في جميع المستشفيات الجامعيه؟ من الاحسن انه تكون خطه بديله، وهي تخصص مستشفى او مستشفيين ذات طاقه استيعابيه كبيره، تحط فيها فقط المرضى المصابين بمرض الكوفيد 19، خاصه الحالات المستعصيه ولا الحالات الصعبه ولا الحالات اللي دخلت مرحله الخطر، وتخلي الطاقه الاستيعابيه للمستشفيات الاخرى قيد الخدمه، ولكن في حال ان احتجناها ثم نستعملها. لانه الان اذا تلاحظ انه عندك مثلا على سبيل المثال فقط مصطفى باشا، باب الواد، بني مسوس، كامل فيها مرضى الكوفيد 19، راك تضيع في القدره البشريه تاع الاطباء، راك تضيع في الموارد البشريه، راك تضيع في الوقت انك تكون ديسبيرسي، تكون مشوش بين عده مناطق يكون فيها هذا المرض. من الأحسن أنه يخصوا 3-4 مستشفيات، 5 مستشفيات على حسب الحالات اللي عندنا، كي يلحق المستشفى أنه يمتلئ ننتقل لمستشفى آخر وهكذا. يعني بالطريقة هذه راح نضيعوا كثير من الموارد البشرية وخاصة طاقة الأطقم الطبية. هذا خطأ كبير، لأنه ما على بالناس. وربما لاحظ الكثيرون، اسمح لي دكتور، هذا كثيرون، أنه منذ انطلاق الأزمة أصبحت المستشفيات المتخصصة الآن لا تقبل حالات المرضى ما عدا المصابين بالكوفيد 19، ما خلق يعني بعض الارتباك، ربما في حالات ربما مستعصية أكثر من حالات الكوفيد 19، ربما تكون أكثر استعجالية. كاين حتى اللي يتكلم على حالات ولادة مستعصية رفضت من المستشفيات المتخصصة. يعني باختصار هذا المشكل هذه هي خويا معاذ اللي رانا، سمح لي على المقاطعه، وهذه اللي نتحدث عليها. لازم يكون عندنا مخطط بعيد المدى، لانه ما على بالناش وين رانا رايحين، من حكم يعني منطلق انه نقص في الامكانيات للكشف عن الفيروس، ما على بالناش بالعدد الاجمالي ولا الاستيماسيون التقديرات من حيث المنحنى البياني التطور تاعو لوين رانا رايحين. لذلك يجب يكون عندنا مخطط بعيد المدى معتمد على امكانياتنا الان. كاين حتى من الاطباء ربما المختصين اللي قال انه عندنا هياكل لا تحص ولا تعد من المراكز الخدمه العموميه لبولي كلينيك الجواريه، صحه جواريه، قال لك فيه الكثير منها يعني عنده يحتوي على كل التجهيزات، كان يمكن اننا نسخرها لاستقبال حالات الاصابه ونخلي المستشفيات الجامعيه لاستقبال حالات المتخصصه بمختلف التخصصات التي يحتويها المستشفى. ملاحظه جيده جدا. الان فيما يخص تسيير الموارد البشريه، اكيد انه هذه المرافق فيها ممرضين، فيها أطباء من مختلف التخصصات. نعلم أنه وباء مثل هذا ما عندناش كما قلت أنت مستشفيات مرجعية لننقلوا لها كامل الإصابات، يعني لو غاسترولوج ولا لو بنومولوج ولا لو ميديسان ولا لي سيرفيس دو ميديسين انتر، يعني الطب الداخلي أيضا، راح نلقاهم كلهم يشتغلوا لمواجهة هذا الوباء كما رانا في الظرف الحالي. هل هناك تدابير يعني معمول بها أو مفصلة في مخططات الطوارئ المثالية في قضية تسيير الموارد البشرية؟ نعم أخي معاذ، بالنسبة للتسيير كما قلنا ينقسم إلى جزئين. عندك التسيير من حيث الأطقم الطبية اللي هو تسيير علمي، تسيير على حسب الحالات من حيث بروتوكولات معالجة المرضى وغيرها، والتسيير الإداري. بالنسبة للتسيير الإداري على ما أعتقد أنه في نقائص ونقائص كثيرة جدا، بحكم أنه المسيرين ما عندهمش خبرة، ما عندهمش اطلاع على المجال، بعيدين كل البعد عن ما يجري في المستشفيات حقيقة. لذلك وجب التركيز على هذه النقطة. أولا رح يكون فيه جرد لجميع المستلزمات، رح يكون فيه أيضا العدد الصحيح والمستعمل والغير المستعمل للوسائل على مختلف أطيافها، كالسكانر، كالتست دو تيبيستاج، كطاقة التحاليل في المخابر،
وهذه ما تكونش لحظية فقط، دائما نعاود نرجع، احنا الآن في مخطط متوسط المدى، يلزم يكون عندنا مخطط بعيد المدى، يلزم كل واحد أنه يوجد روحه لما هو قادر. لذلك في التخطيط على المستوى الإداري، التخطيط المستوى الإداري راح يكمل فقط ويعاون الأطقم الطبية، ولكن هذا هو النقص تاعنا في التخطيط الإداري. يعني ما على بالناش احنا يعني كأطقم طبية ولا كناس عاملة في المستشفى، ما على بالناش واش كاين ولا واش يقدروا يوفروا لنا ولا ما يوفروا لناش، هذا هو المشكل. لذلك نقطة مليحة انت على بولي كلينيك، يعني هنا ثاني ايضا يمكن يدخلوا ويتحطوا بالنسبة للتجهيزها، تجهيزها ما بين عشية وضحاها، ما تستدعيش يعني انها تكون حالة تاع شهر ولا شهرين باش تجهزها، راح تنقل وسائل تعاود تنظم لابولي كلينيك ولا هذه المراكز تنظمهم فقط لاستقبال المرضى. الآن في تسيير الموارد البشرية، يعني لما نقوله تسيير الموارد البشرية هو تقسيم الأفواج، تجهيزهم وتوفير وسائل الوقاية، وكذلك ربما تدخل فيها حتى عامل ساعات العمل، توزيع ساعات العمل ما نخليوهاش مثلا ربما وقع فيه ارتباك في البداية كانت اختيارية، ثم ما في كثير من الأطقم اللي ربما أخذت عطل، ربما كان يعني الإدارة لم تضع مخططا يفصل قضية سير الموارد البشرية. هل هناك مقترحات أو ربما بحسب ما تنص عليه مخططات الطوارئ المتواجدة في دول أخرى؟ نقطة مهمة أخي معاذ، هذا ما يسمى بالانسيدنت كوماند مانجمنت، ترجمتها بالعربية ما عنديش يعني بالترجمة الصحيحة، ولكن على العموم الانسيدنت كوماند مانجمنت هو النظام، هذا النظام هو اللي راح يسير لك. النظام هذا دائما راح يكون فيه السوبرفايزر اللي يكون فيه تقريبا تقدر تقول القيادة، القيادة متكونة يعني من مجموعة من الأشخاص، من بعدها يجيوا اليونيتيز وحدات التسيير، وبعد وحدات التسيير راح يجيك البيرسونال، راح يجيوك الأشخاص. في هذا التسيير راح يكون مقسم بطريقة منهجية، السوبرفايزرز اللي هما الناس اللي ما تقدرش انك تحطهم في البيرسونالز ولا تحطهم في اليونيتيز، على عكس انه الوحدات والاشخاص على حسب الحاجة تاعنا. الاشخاص مثلا كمثال اخواننا في البليدة مثلا الطاقم الطبي، يعني ناخذ مثال البليدة فقط لانه هو بؤرة الوباء ونعلم النظرة على جميع الولايات وعلى جميع المستشفيات كمثال في البليدة. الآن الطاقم الطبي على مثال أنه 20 شخص هم اللي يعملوا، هذا ال 20 شخص اللي يعمل إذا لحقنا المرحلة معينة أنه عدد الأشخاص اللي رانا نقدموا لهم الرعاية الصحية أكبر بكثير من الطاقة تاع الطاقم الطبي، راح يدخلوا اليونيتيز اللي هم الوحدات، هذه الوحدات يلزم يدخلوا في البيرسونالز، يلزم يعود يدخل في البيرسونالز. هذا ما يسمى بنظام الدبل تيم ولا الشيفتين فور. الشيفتين فور هذا هو نظام عمل يعتمد على 4 ساعات عمل 4 ساعات راحة، تدخل مجموعة جديدة من الناس اللي تعمل اللي هو طاقم طبي جديد يعمل، يعمل 4 ساعات ويرتاح 4 ساعات أخرى، هكذا توفر طاقة، توفر دعم معنوي للأشخاص، توفر نوعا ما من المساعدة من حيث الطاقم البشري، وأيضا علميا هذه الطريقة تقلل من نسبة الإصابات للأطقم الطبية، لأنه الأطقم الطبية هذه راح تحتاجها دائما، يعني ماكش راح تحتاجها على مدة قصيرة مثل التسيير الإداري ولا شخص في الإدارة ولا شخص في مكتب، ولا راهو يعمل 24 ساعة على 24 ساعة، العمل 24 ساعة على 24 ساعة في الظروف العادية وصعب جدا معاذ. يعني من باب أني طبيب ومن باب أني يعني فوت في هذه غارد وديزاسترانت وكسترا، عمل صعب جدا، فما بالك أنك تعتني بمريض 24 ساعة على 24 ساعة ومصاب بفيروس. يعني حتى من الجانب النفسي والراحة النفسية للممارس طيلة الفترة، لأنه كما قلت أنت التخطيط على أبعد مدى يجب أن يكون، لأنه ما تعرفش إلى متى سينتهي هذا الوباء، وهذا الأطقم هذه عندها يعني كما نقولوا إحنا عندها طاقة ستستنزف، إذا يعني استنزفت كل الطاقة في بداية أو في المراحل الأولى اللي كما رانا نعيش فيها الآن، فما بالك بالمراحل المقبلة. ونتأسف ربما لأنه عندنا الكثير من الممارسين اللي ربما راهم ثبتت إصابتهم بهذا الوباء، وإن شاء الله نتمنى أنه يتدارك هذا الأمر. الآن تكلمنا عن المصالح الاستشفائية، وتكلمنا على ربما المستشفيات، وتكلمنا على الأطقم الطبية. الآن لو نتكلموا على مخططات الطوارئ الصحية لما تكون خارج المستشفيات، يعني ما يخص بالساكنة أو بالسكان،
ما هي الأسس ولا المبادئ الأساسية التي يجب أن ننطلق فيها في مخططات الطوارئ؟ نعم، بالنسبة خارج المستشفيات يسمى بلو سيستيم دو ترياج بالمشافي الميدانية، يعني كما نلاحظ المجتمع المدني ولا الجمعيات ولا الناس النشطة راهي تنشط في الأحياء، ولا يعني فيه نوع من الهبة الشعبية، فيها بعض النقائص، فيها بعض الأخطاء، فيها بعض التقصير، هذا ما نتكلموش عليه اليوم، ولكن حبيت نركز على نقطة أخرى. النقطة الأخرى اللي هي في هذا التسيير الخارجي وجب علينا الاستعانة بأشخاص من أهل الميدان. يعني ما معنى مستشفى ميداني وما معنى سيستم دو ترياج؟ المستشفى الميداني هو عبارة عن ناس تتنقل للكشف عن أي حالة مشتبه أو مصاب بها، يعني فيه رقم أخضر تتصل به، ولكن هذا لا يكفي أخي معاذ، هذا لا يكفي. لهذا نعاود نرجع ونركز على يجب أن لا تكون الله مركزية في التسيير، يعني أي ولاية ولا أي منطقة لازم تكون عندها نوع من الاستقلالية في التسيير. كمثال ناخذ حي معين، عندك حالة مشتبه بها ولا حالة يعني إنسان راح يكون مصاب وأنت ما على بالكش بها، راح ينشر لك العدوى، ولكن إذا وفرت ناس من أهل الميدان تتنقل بصفة دورية ولا تتنقل بصفة يعني منتظمة، راح تكشف على حالات كثيرة جدا ولا تكون تشك فيها فقط، لأنك في مرحلة أنه أي إنسان تشك فيه يلزم تعزله، هذه راح تقلل لك من نسبة الإصابات. هذه نقدر ناخذ مثال أوهان. في مدينة أوهان هي عبارة عن إقليم كبير، ناخذ كمثال مدينة صغيرة جدا كان فيها عدد كبير من السكان تقريبا 3 مليون شخص. في 3 مليون شخص يعني كانت فيهم نسبة الإصابات كثيرة جدا، كيفاش وصلوا أنهم يسيطروا على عدد المصابين ويقللوا من الإصابات الجديدة؟ يعني تخيل انه استعانوا باطقم طبيه، استعانوا بمشافي ميدانيه متنقله، اشخاص يعني عندهم جميع الوسائل من اهل الاختصاص والميدان، يسالك بعض الاسئله، يقدم لك تحاليل معينه يعني لتست رابيد وسائل الكشف السريع، يشك فيك فقط يعزلك. يعني يوفروا ما يقارب تحليل لكل شخص 3 ملايين شخص، يعني هذه حاجة راهو المخ يعني يحبسنا. لذلك وجب علينا التسيير بنوع من التحايل على الفيروس. تقدر كل مرة أنك تكشف على عدد معين من الأحياء، تقدر كل مرة تكشف على عدد معين من المناطق بحيث تقلل أكبر عدد ممكن من الإصابات. أي شخص تشك فيه، أي شخص تكون عليه أعراض حتى ولو كانت أنها غير أعراض يعني ثابتة 100%، يلزم تعزله، لأنه ما على بالكش أنه هذا الشخص راه مصاب ولا غير مصاب، ما نخليوش حتى كيما نقولوا حنا يطيح الفاس في الراس. اعزل هذا الشخص، كي تعزل هذا الشخص راح تقلل عدد الاصابات، اذا كان مصاب ربما عافانا الله وعافاك، اذا كان غير مصاب ما كانش مشكل. يعني ربما هذا المخطط تاع المستشفيات الميدانية ولا الأطقم الطبية المتنقلة أمر مهم جدا، لكن ربما يكون فيه شرط ضروري وهو الحجر الشامل. يعني ما نقدروش نمشيو إلى مثل هذه الخطوة في ظل حجر جزئي من الحركة ما زالت عادية، ربما فيه ساعات محددة للحجر اللي خلات أن الناس كلها تلتقي في مكان واحد قبل نهاية تلك المهلة وين راح تكون فيه سبيبة تاع اكتظاظ. يعني ربما الأطقم الطبية يجب أن تكون مع حجر كلي شامل لتلك المنطقة. نعم أخي معاذ، بالنسبة للحجر الكلي يعني نعطيك وجهة نظري ووجهة نظري الشخصية من حيث التحليل المنطقي للواقع الجزائري. دائما نقول لك أنه ما نقدرش نقارن أنفسنا بدول كبيرة متأهبة وقادرة أن توفر للسكان كل ما يلزم. إذا حبيت أنك تطبق الحجر الصحي يلزم تشوف نقاط أخرى، هل في ناس محتاجة، هل في ناس ماهيش محتاجة، هل تقدر توفر وسائل الراحة للناس هذو من حيث الأكل، من حيث اللباس، من حيث يعني من حيث المستلزمات اليومية للأشخاص. ما تقدرش تطبق الحجر الصحي 100% على الجزائر مدة 24 ساعة على 24 ساعة، ولكن تقدر تطبقه بطريقة أخرى. على مثال الحجر الصحي من 7 مساء لغاية 7 صباحا، أنا بالنسبة لي لا معنى له، حاجة غير منطقية. يعني هل الفيروس هذا ما يخرجش في الليل يخاف؟ ما فهمناهاش هذه بتاع الحجر الليلي. يمكن انه يفيد انك تقلل من نوعا ما من الحركه، ولكن بالنسبه للحجر تقدر تطبقه بطريقه اخرى في اليوم،
في اليوم. إذا كنت إنسان يعني عندك ترخيص أنك تتنقل، ولا العمل تاعك يستلزم أنك تتنقل أو عندك ترخيص، إذا ما عندكش ترخيص على مثال نأخذ حي من الأحياء ولا منطقة من المناطق، عندهم مثلا 3 ساعات ولا 4 ساعات تقدر تتحرك فيها، تروح تقضي، تروح أنك تجيب واش تحتاج يعني، وتغلق هذه المنطقة، ممنوع عليك تتحرك مثلا من بعد الساعة 10 صباحا، عندك من الساعة 8 إلى الساعة 10، المنطقة الثانية عندك من الساعة 10 إلى الساعة 1 زوالا، وإلى غير ذلك. يعني أنك تطبق الحجر الصحي بطريقة ذكية نوعا ما، باش تقلل نسبة الحركة وتقلل نسبة الاحتكاك. لأنه يعني كما نلاحظ من هذه الأيام أنك فتحت الحجر الصحي من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 مساء، راح يكون عندك اكتظاظ واحتكاك أكبر. هذا خطأ وهذا هو ربما حسنا. وربما الخوف من عدم المغامرة بحجر كلي، ربما تقريبا هو في استنزاف صبر الجزائريين على الحجر، لأنه لو كان مشينا إلى حجر كلي لمدة 15 يوم ممكن أننا نتحمل عواقبه، لأن عواقبه راح تكون صعبة، خاصة في تسيير الحالات المحتاجة أو توصيل المؤونة إلى المواطنين وكذا. لكن أنك تمشي إلى حجر جزئي، اليوم رانا نقترب إلى شهر تقريبا وحنا في حجر جزئي، فيه مصالح معطله، فيه مواطنين لا يشتغلون فيه، وحنا نعرف انه القطاع الخاص الموازي في الجزائر يوظف الملايين اللي راهم ربما بدون حتى ضمان اجتماعي، بدون تصريح بضمان اجتماعي. يعني الحجر الكلي كان يجب ان يكون خطوه شجاعه ربما في فتره سابقه. اتيح لك المجال الان دكتور انس بالخير، في ظل المخطط اللي رانا قمنا به هنا في الجزائر، ربما الخطوات المتبعه التي ربما بلوز او موا كيما نقولوا اعطت شويه اطمئنان للمواطنين، خاصه انه ما نسمعوش تلك الارقام الهائله التي كنا نسمع بها في دول اخرى. ماذا ما زال ينقص هذا المخطط باش يكون مخطط مكتمل، وماذا يجب ان نحضر للمراحل المقبله اللي ربما هي المراحل الاصعب، هي مرحله لا ريانتيغراسيون ولا عوده المواطنين الى الحياه العاديه، لانه لو ديكونفينمون الثاني راح تبقى عنده بعض الاعراض ولا بعض المخاطر فيما بعد. تفضل دكتور. شكرا اخي معاذ، سؤال مهم جدا، ولكن قبل السؤال هذا المهم نطرق لنقطه اهم. يعني بقات تقريبا 10 ايام ولا 12 يوم على رمضان، وهذا مشكل كبير بالنسبه للجزائريين، لانه الجزائري كرشه بالنسبه لرمضان، يعني راح يكون فيه اكتظاظ، راح يكون فيه تزاحم، راح يكون فيه امور كثيره اللي راح تخرج على نطاق السيطره. لذلك حبذا لو ندخل للسؤال تاعك، حبذا لو يكون فيه يعني شفافيه خاصه بالنسبه للناس المسيرين والاطقم الطبيه، يكون نوع من التواصل ودراية بالمخطط هذا اللي راح يكون على المستوى البعيد ومستوى ما بعد الأزمة، باش نعرفوا احنا كيفاش نتعاملوا، ونعرفوا احنا كيفاش نوجدوا رواحنا، لانه هذا واجب الأطقم الطبية، يعني حبينا ولا كرهنا هما الواجهة الاولى، لازم يكونوا على استعداد لما هو قادم، لانه الان استنزفت نوعا ما الطاقة البشرية والمادية اللي راهي عندك لتسير الأزمة، ولكن ما زالت عندنا مرحلة كبيرة جدا قادمة ان شاء الله. لذلك واجب الشروع في التحضير لمخطط، وهذا المخطط يجب أن يكون اون كوميونيكاسيون، يجب يكون في تواصل مع الأطقم الطبية، تواصل مع الناس اللي راهم في الميدان، الناس اللي في الاختصاص، سواء حماية مدنية، سواء شرطة، سواء الناس يعني اللي راهي عاملة وتأثر في هذا الأزمة. كمثال نأخذ مثال في ألمانيا، عندي أصدقاء في ألمانيا يعملوا في المستشفيات، عندهم تقريبا كل 3 أيام 4 أيام لقاء مع الناس المسؤولين، اللي هو رئيس المقاطعة ولا رئيس البلدية، مسؤول الشرطة، مسؤول الحماية المدنية، مسؤول المستشفى، ويتواصلوا معهم وش عندهم من الطاقات، وش عندهم من الوسائل، وش راهو قادم، نسبة الوفيات، نسبة الإصابات، يعني يتناقشوا هل الشورى اللي راهو قادم. لذلك وجب علينا الآن أن الشروع في التخطيط بعقلانية وناس من الميدان اللي راهم يقدروا يقدموا إسهام، ويعني عندنا كفاءات جزائرية كثيرة جدا في مختلف الميادين يقدروا يعاونونا أن نكملوا في المخطط هذا اللي راح يكون على بعيد المدى، ونحاولوا أن نصلحوا واش راهي كاين من النقائص. لأنه الآن كما ألاحظ أنه يعني تسير مرحلة بمرحلة فقط، يعني نستناو واش راح يكون ومن بعد نخططوا له، وهذا الخطأ يلزم أنك تخطط لما هو قادم أسوأ وتعمل أفضل.
جيد جدا. في الختام ربما أترك لك المجال لتقديم نصيحة ربما إلى المواطنين، إلى كل المتابعين، وكذلك إلى الأطقم الطبية اللي رأي الآن في المصالح الاستشفائية تواجه هذا الخطر. نعم أخي معاذ، أولا شكرا لك وشكرا على هذه الاستضافة الثرية، إن شاء الله نكون فدنا المستمعين. وبالنسبة لسكان الجزائر اللي كامل خاوتنا، نتمنى أنهم يصبروا ونتمنى أنهم يحطوا في راسهم بأن شدة وتزول علينا وعليهم إن شاء الله. بالنسبة للأطقم الطبية والناس اللي راي تسير، حبذا يعني لو تكون فيها يعني لقاءات ثرية أكثر وتكون فيها شفافية أكبر، خاصة مع الأطقم الطبية اللي تعمل، لأن يعني هي اللي راح تكون في الواجهة وهي اللي راح تتحمل الضغط الأكبر، وربي يقدرنا ويقدركم إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور بالخيري. للتذكير دكتور بالخيري أنس هو دكتور جزائري خريج الجامعة الجزائرية، متحصل على تخصص في طب الكوارث من جامعة إيطالية، ويمارس حاليا في تركيا. شكرا لك مرة أخرى، استفدنا الكثير. شكرا أخي كملخص معاذ. للناس التي ربما التحقت الآن، تكلمنا عن تعريف لطب الكوارث الذي هو غير موجود هنا في الجزائر، تكلمنا على الفرق بين مخطط الطوارئ من طريقة علمية وتسييرها الإداري، تكلمنا على المرافق الاستشفائية ربما يجب أن تكون فيه مرافق استشفائية مرجعية لستريكتور دو ريفيرونس التي تتكفل وحدها باستقبال هذه الحالات، ولا يجب أن نغرق المستشفيات الجامعية المتخصصة بهذه الحالات لكي لا نشل القطاع الصحي بالكامل. تكلمنا على التخطيط على مدى بعيد لأنه هو الأهم، لأنه نحضر نفسك للأسوأ لكي نتجنب الأمور اللي راح تحصل مع تطورات الأمر. تكلمنا على الجانب الميداني وين لازم تكون فيه أطقم ميدانية متنقلة لاحتواء الوباء ربما في المناطق وفي الأحياء وربما في المدن الصغيرة، يمكن أن تكون فيه أطقم طبية متنقلة لتقليل من تنقلات المواطنين من وإلى المصالح أو إلى المستشفيات، لأنه حتى الاحتكاك راح يكون فيه خطر. تكلمنا على ضرورة الحجر الكلي لفترة أقل رغم سلبياتها، بدل البقاء في حجر جزئي يستنزف الجزائريين لمدة شهر وأكثر من شهر. وتكلمنا في النهاية على أنه تسيير الموارد البشرية هو أهم شيء، لأنه السلاح الوحيد الذي نملكه هو أطباءنا، وتسيير هذه الموارد بشكل يضمن أنهم يستمروا في العمل لمدة أطول أحسن من أني نستنزفهم في مدة 15 يوم ولا 20 يوم ومن بعد ما يكونش عندي أطقم في مواجهة هذا الوباء. شكرا جزيلا لك مرة أخرى دكتور، شكرا لكم على تفاعلكم وعلى المتابعة. نعدكم أنه راح يكون في جزء ثاني لهذه الحلقة وين راح نستضيف أطباء جزائريين يرام يمارسوا في دول أجنبية ويحاولوا يديروا لنا محاكاة عن ما يحدث هناك. يعطيك الصحة دكتور أنس، وبارك الله أشكرك فيكم أخي معاذ، وإلى في أمان الله، الملتقى. شكرا السلام جزيلا، عليكم. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.